استاذ عندي سؤال بسيط كلش إلك، ولو انا ما اتفائل بسألتك، بس يلا جرب اسأل. بالعامل المشترك كنا اذا نشوف بالمعادلة اكو شيء مشترك فنقول نقدر نسحب عامل مشترك، يعني مثلا عندك الاكس زائد اكس تربيع، فراحاني اسحب الاكس عامل مشترك لان اكو شيء مشترك بالحدين اللي هو الاكس، سحبته صار عندي اكس بين قوسين واحد زائد اكس يساوي صفر. هنا انا سحبت الاكس عامل مشترك. اوكي هسه هذا كلامك كله منطقي، بس وين سؤالك بالموضوع؟ انا اريد سؤالك وين؟ سؤالي هنا شرط انه لازم اكو عامل مشترك بالحدين حتى اقدر اسحب عامل مشترك؟ انا افتهمت سؤالك، قلت لي انه شرط انه لازم اكو مشترك بالحد الاول وبالحد الثاني عم اقدر اسوي عملية العامل المشترك اسحب عامل مشترك. الجواب ما اتكل اتي من هذا المثال. المثال يقول 4 زائد 7 اكس يساوي صفر. هنا اسال طالب اقول له انه اكو عامل مشترك بهاي المعادله، هسه يقول لي لا استاذ ماكو عامل مشترك، يعني معناها شنو؟ ما اقدر اسحب عامل مشترك. بس انا اقول لك لا تقدر تسحب عامل مشترك، بس بشرط انه تقسم كل الحدود على الرقم اللي تريد تسحبه او الاشاره اللي تريد تسحبها. يعني هسه انا حيد اسحب الاربعه عامل مشترك، حيصير عندي الناتج 4 1 زائد 7 اكس على 4 يساوي صفر. هنا سويت سحبت الأربعة عامل مشترك بس بشرط انه قسمت الحدود كلهن على أربعة، تمام؟ فصار هيج. هسه اني واحد احد طلاب يقول لي استاذ شنو اللي يضمن لي انه انت حلك صح وهذا العامل المشترك من سحبته ما سوى لك فد مشكلة؟ انا اقول لك تعال دخل لي الأربعة على القوس كله، تمام؟ 4 في 1 4 الزائد تنزل، الأربعة في 7 اكس على 4 طبعا الأربعة و 0. لو تلاحظ هنا انه رجع السؤال كما هو، من يرجع عندك السؤال كما هو معناها انت ما مسوي فد مشكلة، تمام؟ ما مسوي فد خلل، يعني معناها انه سحبك للعامل المشترك صحيح بنسبة 100%.